السلام عليكم. النهارده عايز اقول لكم على حاجه. عايز اقول لكم إيه؟ انت بتعمل ايه الحاجه كده في رمضان كده؟ هتعمل عن ايه يعني؟ يعني اتكلم في مسلسلات يا عم. انت جيت في الحته دي يا عم. تعالى اجي معاك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. ايه اللي انا بعمله ده؟ صايع قديم ده. السلام عليكم. النهارده انا هكون معاكم انا مهند منير. وانا ميزو منير. احنا هنكون بنتكلم معاكم في مسلسل. هنعمل كده كل يوم، هنطلع نتفرج على البروموز وهنقول راينا فيه. بعد كده هنتفرج على كل حلقه ونقول لكم ايه اللي نحاول نحرق بقى ونحاول نتخيل ايه اللي هيحصل. يعني ما تتفرجوش علينا. احنا طالعين كذا مسلسل وكذا برنامج احنا عايزين نتابعه. النهارده جايب لك اول برومو مسلسل البريدز. ده بقى بتاع محمد رمضان، يعني الطبيعي بتاعه هيطلع بشخصيتين، هيموت واحد منهم، هيكون شخص نظيف وكده، بس طبعا هيضطر ان هو يدخل ثابته عشان هو فقير، وهو بعدين هيبقى غني، هيتجوز اختها وهتموت في الآخر. من الألم السقف. هو دايما شفت الألم ده؟ دايما لا لا. دايما دايما عارفك. السنة اللي فاتت كان مشهور برضو. أيوه. 30 سنة عمر ما نهبت واحدة فيك. يا عيب لقينا واحدة لسه يا جماعة. هو عنده مشكلة من زمان. من عمركم. نفس المحل بتاع الاسطوره لو تلاحظ، فاكر لما طلع واحد فاهم بقميص النوم؟ هو نفس المحل، نفس الشارع ونفس المخرج. هو خالص بطبع الكلاب ما بيبطلوا هوا ولا بيبطلوا عاد. جمله حلوه هتبقى على كل يعني كوتس الفيسبوك الفتره الجايه. هو ده طبع الكلاب، لا بيبطلوا هوا ولا بيبطلوا عاد. عاد ما انت يا باولو. باولو مانتش يا باولو. المسلسلات التوب ليست اللي انا عايز اتفرج عليها ده لاني بحب الممثل محمد رمضان. دلوقتي يا جماعه هنتفرج على البرومو بتاع برنامج رامز مجنون رسمي. هو بيعمل ايه؟ انا ما فهمتش. كهرب الناس في الكرسي ده، هيبقى كرسي عارف ايه و... كهربهم. هيبقى فيه كهرباء وهيبقى فيه تعذيب وتشوفها دلوقتي في البرومو هتموت ضحك. جميل. الفوكس جاي عليكم مش جاي عليا ليه؟ دلوقتي هنتفرج على البرومو بتاع مسلسل الاختيار. هو اترشح من شرطه الجيش صح؟ حاجه كده تحمسك الوطنيه بقى واشتريت هنزل الجيش بعد ما اخلص جامعه. افتكر لو مت في سينا هتبقى شهيد فعلا. السؤال اللي في الاخر ده يخليني اعرف ان في بلوت تويست جامد. عاوز ده شكله يطلع ارهاب يعني. ده اللي انا عايز اتفرج عليه في المسلسل. عمر ودياب. ده اللي هيفرفش بعد ما تتفرج على حاجات سيريس ورا بعض. بالظبط. انت تبين جات كاس افريقيا ما تقعدش تكلم بنزين على دماغك. اكبر فرقه راب. انا وانت كمان يومين. يا جماعه افتكروا احنا هنعمل فيديو كليب. ده يوتيوبر قديم ده. لذيذ لطيف كده حلو يعني. انا بصراحه بحب علي ربيع ومصطفى خاطر. خالد النبوي عامل مسلسل. قال لي اسمه وسمعته مش حاسمه لحد. عظيم محمود حميد عظيم. لما كنا صغيرين. لما كنا اسمه نوستالجيك. لما كنا صغيرين. لا مسلسل شكله حلو. لا هو عشان في لما كده حلو. القضايا دي بسيطة. كيمبيالات. بقول لك هو يعني المحامي بتاعه هو اللي بيلم فلوس بقى وكده. بيلم فلوس ايه؟ انت هبل سطحي قوي على فكرة. هو بيلم ايه؟ بيلم مشاكله يعني. احنا كده عادل امام اتفرج عليه. ندخل في اللي بعده. دلوقتي احنا هنخش في سنة 2120 بس. ده اولا يا جماعة ساقط مات. كده هو ترند نمبر 1 في كل حته يعني. كل في الحاجات اللي هي البي سي البي اكس والحاجات اللي شيف اكس بي اف اكس سي جي اي سي جي اي وشاش فيكشن. عمري ما كنت مصدق ان في خطر بيهدد الحياه على الارض باستثناء غباء الانسان وجهله وفساده. لا والله ودي كنت فاكرها ازازه ميه. انا عطشان قوي مفيش ميه. ايه الانتاج ده؟ لا يا جماعه انا بحب العصير ده من وانا صغير فيعني ممكن حقه عليا ان انا اعمل له دعايه ببلاش. انت مصري نهايه البرومو. انت داخل بالموتوسيكل بتاع الغريبه المكوك الفضائي ده. ده بقى انا مستنيه يعني. من زمان ما سمعتش كلمه مكوك دي. يعني مصري 50 مصري معاه في التيم بتاعه ده يعني ايه؟ اكوردنج تو سم ارتكل. انا الانتاج عالمي. يوسف شريف ممثل عالمي. عمرو عبد الجليل ممثل عالمي. بس انا بصراحه كمحمد يعني كميدو. محمد ولا كميدو؟ قولنا هتتابعوا ايه وايه الحاجات اللي انتوا هتتابعوا ايه؟ هتتابعوا ايه؟ لا ان هي لازم تتابع ليها ضجه ولازم نتكلم فيها وممكن نتكلم فيها. ادونا ارائكم وارائكم. انا ليه بعمل وراء؟ شكرا.
انت بس يا جماعه ده كان معاكم نادر زيف الدين. لا يا جماعه ده او الحلقه او مش حلقه ده كده بص على المرايه نسيت برومو مش برومو هو رياكشن مش رياكشن هو احنا مش عارفين احنا فاهمين كله بيعمل برامج كنا نعمل برامج احنا كمان فاحنا نطلع نتكلم عن مسلسلات نعمل رياكشنز نعمل مش عارف ايه طبعا. مش بس رياكشنز ده كمان هنحاول نخمن نحاول بقى انتراكت معاكم في ريدت احنا اوريدي عارفين معنا. احنا اوريدي من البرومو عرفنا عارفين كل مسلسلات كلها فيها ايه البرنس هيحصل فيه ايه بالظبط هبدي بس كان معكم نادر سيف الدين كان معكم مهند منير كان معكم مهند منير انا اللي اقول الاول كان معكم مهند منير وميدو منير من برنامج هبدي بس اشوفكم باي باي